10 سنة مهما كان اللعب وخصمك قبل 10 سنوات ما حيكون مفيد على الأرجح. يعني في لاعب وعمره قبل 10 سنة كان تصنيفه 1700 أو كان تصنيفه 1800 وكان بيلعب افتتاحيات موجودة، ممكن كان بكسرة بيلعب كتير ووقف من اللعب. فأنت بتفتكر إنه الأقيام الكثيرة اللي لعيبة ديك هي بتأثر بعدين لما تيجي تشوف التقييم بعدين في الافتتاحيات بوريك أكتر نقلة هو بيلعبها، فبتكون النقلة جاية من قبل 10 سنين بس هو لعب مباريات كثيرة بالنقلة دي، فدي ما حتكون مفيد. عشان كده مهم جدا إنه نحاول قدر الإمكان نجيب المباريات الحديثة للاعب قدر الإمكان. وإذا كان اللاعب ده نشاطه عالي فدائما بنحاول قدر الإمكان بين 5 سنة لثلاثة سنين تخليه كويسة، بتوريك إنه دي الحياة اللي بيلعب اللاعب أو الريبتوار بتاعه الافتتاح بتاعه اللي هو بيلعبه حاليا. خلاص ممكن تلقي نظرة على الحياة اللي فاتت بس من مبدأ إنك أنت تكون عارف إنه هو ممكن يلعب شيء معين، أو يعني كنوع من المفاجآت هل ممكن يلعب الحاجة دي أو حصل لعبة أو كده. لكن غالبا في اللعيبة اللي بيكون في مستوى عالي بيكونوا عارفين حاجات كتير، لكنهم دائما بيكون عنده مشاكل في أوبن معين أو غير الأوبن الثاني ده فيلعبوا لأنه جايب بيه نتائج كويسة، فما في سبب يخليه يغيره يعني. لكن إحنا بننظر له كنظرة بتاعت شنو؟ بتاعت كمعلومة بنخدها بعدين كالمفاجآت. هنا بنشوف السهم، هنا بورينا إنه المعلومات ظهرت كيف للاعب الموجود هنا، دي المعلومات بتاعته. ونحن بنقول له اصلا تحضير للاعب بالابيض او بالتحضير ضد الاسود او كده، وبتظهر لنا المباريات هنا. لاحظ السهم هنا الموجوده بالازرق دي المباريات، ودي بنختار منها بعد ذلك بنشوف التاريخ ونختار منها المباريات قلنا شنو الحديثه. طيب يمكن ببساطه التصفيه بعد التاريخ، نشوف التاريخ يعني ونسخ جميع الالعاب من السنوات الاخيره. نفتح قاعدة بيانات جديدة، نفتح لنا قاعدة بتاعت تشيس بيز جديدة ما بيجي ان تشيس بيز، نفتح ملف تشيس بيز جديد ونضع كل المباريات فيه. بعد خلاص نحن اوكي بقي عندنا الداتا بيز الموجودة. يمكن الان الدخول الى قاعدة البيانات الجديدة تلك والبحث عن اسم خصمك والبدء في الاستعداد، وتأكد من اختيار اللون المناسب، يعني اللون اللي هيلعب به خصمك واللون اللي انت هتلعب به عشان تقدر تحضر ضد اللون اللي هيلعب به خصمك. طيب اثنين، خلاص احنا جمعنا المعلومات. في معلومه ثانيه بسيطه بس احنا عايزين نقولها، اللي هي المعلومات بتاعت حاليا مع كثره المباريات الاونلاين بقت في امكانيه انه اللاعب بيكون نشيط على الاونلاين. يعني مثلا اذا كان لاعب محترف بيلعب بطولات رابيد، بطولات بليتس اونلاين، فنحن ممكن نعمل داتابيز بنفس الطريقه، نشوف المواقع، نعمل بحث في جوجل عن اسم اللاعب، نطلع بياناته اذا قدرنا، ونشيل المباريات الموجوده اونلاين دي ما عشان نحضر، بس عشان نكون عارفين انه اذا اللاعب ده مثلا كان في البيلتس او في الرابيد في الاونلاين بيلعب تفريع معين ممكن يفاجئنا به. اذا كان دائما مثلا بيلعب نايت اف 3 في ما بيلعبها في الكلاسيك، بيلعبها في البيلتس او بيلعبها مثلا في الرابيد، ففي احتمال حتى لو 1% او 2% انه ممكن يحاول يكون عنده معرفه كبيره او بيحاول يستعد للاوبننج ده او بيحاول يدرسه او بيحاول يحضر انه يشوف الاوبننج ده كيف معاه، ممكن يفاجئنا به في مباراه كلاسيك. فنحن بنحط 1% او 5% من الاحتمالات المفاجئه اللي ممكن تحصل. طيب المرحله الثانيه، خلاص لمينا البيانات كلها موجوده. المرحله دي بتحتاج ل 15 45 دقيقه في الحدود دي على حسب انه بنحلل الالعاب والنقاط الضعيفه. النقطه دي مهمه جدا 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 جدا، يعني لانه اوكي نشوف الخطوات ماشيه كيف، لان دي اهم حاجه انه انت تحاول قدر الامكان تدرس خصمك. نشوف الدراسه يعني اغلب الناس ما بتعمل الدراسه بطريقه صحيحه، نشوف الدراسه بتتعمل كيف. الان بعد ما اصبحت لديك جميع مباريات خصمك في مكانها الصحيح يمكنك البدء في تحليلها. طيب تحليل كيف؟ بناخذ المباريات، بنبدا المباريات، بنحرك المباريات، بنشوفها، بنحاول نشوف حاجات معينه في 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 في, في المباريات دي دارين نلاحظ لها شنو. طيب مره اخرى يجدر اخذ بعض الدقائق الاضافيه لقيام الاشياء بدقه. الهدف من هذه الخطوه ليس مجرد اكتشاف الافتتاحيات، يعني ما هذا نشوف بيلعب شنو بس، عايزين نشوف حاجات ابعد من كده التي مرجح يعني ما الافتتاح المرجح ممكن يلعبه. طيب عايزين نعرف شنو اكتشاف القوة والضعف والميول، يعني اللاعب ده قوي في شنو؟ في أوضاع
وضعيف، يعني بالأخطاء بتكون وين، و يعني أخطاء وين، قوته وين. مثلا في الأوضاع التكتيكية هو كويس ممتاز جدا، بس الأوضاع الاستراتيجية أخطاءه بتكون سيئة أو ما نفس الدقة. كل ما زاد مستوى اللاعب بيبدأ اكتشاف الحياة دي شوية صعب، ما زي اللعيبة العاديين. كل ما زاد المستوى بيكون الفرق بين القوة والضعف عنده في النسبة المئوية، يعني يكون 90% كويس في الأوضاع الاستراتيجية، لكن مثلا 80% أو 70% في الأوضاع التكتيكية. طيب زي مثلا بيتر ليكو وصل لبطولة العالم، هو ضعيف في الأوضاع التكتيكية. ضعيف دي بالنسبة لنا على حسب مين اللي بيتكلم ضعيف، يعني ممكن لو كان هو مستواه في الحياة الاستراتيجية 2800 ممكن نقول أوضاعه في الحياة التكتيكية 2600. 2600 يعتبر ما سهل، لكن ما بنفس قوته الموجودة في الوقت. طيب الميول اللي هو الستايل بتاع اللاعب، خلاص اللي هنا اتكلمنا انه قوي وين، ضعيف وين، القوه في الاوبننج، في الضعف في الميدل جيم، في كده، والميول اللي هو الستايل بتاع اللعب. طيب انه ايضا معرفه اسلوب اللعب اللي يمتلكه خاص خصمه، الاوضاع التي يحبها، ونقاط ضعفه وقوته وين خصومك، يعني وين النقاط زي ما قلنا. طيب كل ما عرفت خصمك بشكل افضل ستتمكن بشكل افضل من توقع الحركات اثناء اللعب. بمعنى يعني انا عارف انه اللاعب ده بيحب الاوضاع المعقده، وكده انا بكون داخل جوه عقله وجوه تفكيره. خلاص بنشوف يعني لما العب نقله معينه ويكون فيها كذا خيار انا بكون عارف خصمي حيمشي فين. يتجنب بعض اللاعبين التعقيدات مثلا كل ما كان ذلك ممكن. في لاعب ما بحب الكالكوليشن، ما بحب التاكتيك، بيحاول المباريات تكون بسيطه وسهله جدا. او في لعيبه ثانيه وخصوصا صغار السن يذهب الاخرون التعقيدات طوال الوقت. اللعيبه الصغار دائما بيحاولوا قدر الامكان يستفيدوا من الميزه بتاعه الطاقه وصغر السن وانهم اصغر، تركيزهم عالي وكذا من اللعيبه الكبار، فبيحاولوا يخشوا في التعقيدات وكذا. غير انه معرفتهم الاستراتيجيه قد لا تكون بنفس النضج بالنسبه للعيبه الكبار. طيب اذا كنت تعرف مثل هذه الميول فستكون لديك ميزه كبيره، يمكنك ان تعرض على خصم خيارين، يعني اثناء نقله يكون فيها طريقتين للرد، يعني خاص ممكن يختار خيار آمن أو ممكن يختار خيار معقد. أنت 90% من الحالات بتعرف الحالة اللي حيمشي عليها خصمك، يعني ليه؟ لأنه هو لاعب أجريسيف ولا لاعب استراتيجي أو هادي أو كده، فبتكون عارف، أنت بتقدر داخل في عقله عارف تقدر تسوقه وين وحيختار شنو. ليه؟ عشان كده أنا التحضير بنقول شنو؟ ما بيشمل بس الافتتاح فقط. أغلبية الناس اللي بتحضر بتحاول تحضر هو بيلعب شنو او كده، وبتنسى النقطه المهمه جدا اللي هي الميدل جيم والاند جيم وستايل اللاعب. طيب العب من خلال العاب خصمك، يعني شوف مباريات خصمك. لهذا السبب ابدا دائما باللعب من خلال بعض احدث المباريات الكلاسيكيه للخصم. الكلام ده ممكن بتمر عليه عشان تشوف الحاجات اللي احنا تكلمنا عنها دي، الميول ونقاط الضعف والقوه. الحاجه دي بتاخذ مننا 5 10 دقائق كده حد اقصى، ولكن تكون أكثر 5 أو 10 دقائق مفيدة في التحضير كله. إذا أنا عرفت اللاعب ده مميزاته وشنو عيوبه وشنو ضعفه، دي أكثر، والحاجة دي بتفيدني في المباراة بعدين. وشوف العوامل الرئيسية المفروض أنا أركز عليها في المرحلة دي. الميل مثلا للتبسيط عبر مبادلة القطع، يعني في لاعب دائما قلنا بحاول يبسط المباراة، ما عايز يخش في التعقيد. اللاعب يتجنب لاعب عموما مبادلة القطع، نشوفه بيحاول يتجنب التكسير ولا هو دائما لا ما عنده مشكله، عايز الاوضاع المعقده او فيها توتر كويسه معاه، دي برضه حاجه كويسه. انا بحاول بشوف اذا عرضت عليه قطعه مثلا وكان في تكسير او تفصيل بكون عارف انه هو 90% ما حيمشي للتكسير وكده. في الاوضاع العاديه اللي اذا طبعا عنده افضليه حتطلع وكده. التفريعات الرئيسيه والتفريعات الجانبيه، هل اللاعب ده بيتجنب التفريعات الاساسيه، يعني ما بيلعب اللاين الاساسي في الافتتاح بتاعه او كده، ولا بيمشي بيلعب لتفريعات جانبيه، يعني عشان يتجنب التحضير. في لاعب بيحاول قدر الامكان يلعب لاين سايد لاين جانبي، السايد لاين ده ما بيكون بنفس قوه الاساس، لكن بيحاول قدر الامكان بيعتمد على انه ممكن معلوماتنا نحن تكون اقل فيه، لانه ما قوي زي اللاين الاساسي، فهو هنا بيستفيد منه من النقلات البراكتيكال على الرقعه. نحن ممكن ما نقدر نجيب الريبيتيشن او نحن بنقدر يعني كيف انه نحن نقابل السايد لاين ده. طيب في عروض التعادل والتعادل المبكر في وضع افضل،
يعني هل خصمنا ده بيقبل التعادل في وضع، هل عنده العادة دي أو مثلا بيتكرر عنده إنه هو ما عنده مشكلة في التعادل؟ هل التعادل ده حتى لو كان وضع من بداية، هل التعادل ده إذا كان مثلا في وضع هو كويس، هل اللاعب ده بيتعادل مثلا، يعني مثلا إذا لعب مع لاعب أقوى منه في التصنيف أو أعلى منه في التصنيف بيقبل التعادل؟ فدي بعض من الحياة بيكون مؤشر بتاع خوف، ونحن ممكن نستغله أثناء المباراة. يعني إذا لعبنا معاه ووضعنا لقينا إنه سيء استراتيجيا ونحن أعلى منه في التصنيف، أكيد حيقبل التعادل مع إنه ممكن يكون عنده فرصة للفوز. طيب تكتيك، هو تكتيكي ما هو موضعي، يعني استراتيجي مثلا، هل اللاعب ده يفوز دائما بمعظم المباريات بطريقة تكتيكية ولا استراتيجية؟ يمكن تقييم أحد ما على أنه نقطة قوة أو شنو أو ضعف، إذا كان نشوفه زي ما قلنا ضعيف استراتيجيا أو تكتيكيا. في الحالة المثلى ليس عليك حتى القيام بهذا العمل لأن مدربك يقوم بذلك نيابة عنك، يعني اللاعب بيكون بياخذ راحة أو كذا، المدرب اللي معاه في البطولة هو اللي بيقوم بقراية المباريات ويحاول يستنتج نقاط القوة والضعف عند اللاعب عند التحضير وكذا، واللاعب في الفترة دي بيكون مثلا نايم أو بيكون مثلا طلع عشان يتمشى شوية أو طلع يتعشى أو كذا، فبتكون اللاعب بيعمل، يعني المدرب بيقوم بالمهمة دي. لكن يعني اللاعب ممكن يتدرب على المسألة دي، هي ما صعبة، يمكن يتدرب بالتدريج التركيز على إيجاد نقطة ضعف، وإحنا حيستفيد من الحاجة دي، تكون لديه نظرة جيدة مع الوقت. يعني يمكن المتابعة بإضافة خطوة تانية، يعني ركزت الليلة على إنه استراتيجي ولا ما استراتيجي، بكرة بركز على نقاط القوة مثلا في الأوبنين، فيها نوع من الإند جيم وكده. طيب بمرور الوقت بعيون مدربة جيدة ستجد حتى أدنى ضعف أو ميل، يعني ممكن يلاحظ بعد ذلك لنقاط الضعف حتى البسيطة اللي ما بتظهر. طيب اكتشاف استدعاء خصمك، يعني في المرحلة دي بنشوف الخصم بيلعب شنو، يعني افتتاحات اللي بيلعبها. طبعا حان الوقت الآن للتحقق في المرحلة دي، حان الوقت الآن للتحقق من الافتتاحيات التي يلعبها خصمك، تذهب من خلال المباريات التي لعبها خصمك وتحقق مما يلعبه ضد افتتاحك. بمعنى ان احنا عندنا افتتاح معين دايرين نشوف هو بيرد بياتو تفريع على الافتتاح بتاعنا ده، اذا كان اساسا احنا عندنا خيارات من افتتاحات ممكن شنو؟ ممكن نختار الافتتاح بناء على ردود خصمنا. بمعنى إذا مثلا أنا عندي افتتاح إنجليزي خصمي بيرد عنه بلاين معين وهو مثلا ضعيف في الردود على لاين معين، ممكن أحاول تغيير في الموف أوردر، أبدأ معاه الافتتاح بطريقة معينة، أغير في الموف أوردر، أخليه يتحول لافتتاح تاني هو ما متعود عليه، أستفيد من شنو؟ من الخيارات دي إذا كان أنا عندي خيارات بتاعة افتتاح. وطبعا الاستنتاج ده او المعرفه بتاعت الافتتاحيات دي انا بحاول اشوفها في شنو، في المباريات الكلاسيك، يعني ما بشوفها في الرابيد او البليز اول حاجه، بعد ذلك بنظر لديلك نظره خاطفه كده على اساس انه اعرف الاحتمالات الممكن. في نقطه مهمه جدا لازم نهتم بها اللي هي زي ما شايفين في السهم هنا، هي المعدل بتاع ال 83% البرسنت المكتوبه هنا دي النسبة المئوية لفوز الأبيض في عدد المباريات. 3% 83% مثلا الأبيض مثلا في البي 2 بيلعب 83% وفاز فيها 3% نسبة المباريات اللي فاز فيها شنو؟ فاز فيها الأبيض. هنا النسبة دي مهمة جدا، قد تكون خادعة جدا النسبة، حتى لو النقل على الأسود هو بيديك النسبة المئوية لفوز الأبيض حتى لو كانت النقل على الأسود. خلاص دي نقطة مهمة جدا لازم نشوفها بالنسبة للبوينت. طيب نشوف أهم حاجة شنو، إنه أنا قد تكون في معدلات فوز كثير مباريات موجودة في الداتابيز، هي مباريات قديمة أو مباريات ما مكتملة أو كده، فتديني نسبة خادعة. عشان كده مرحلة جمع المعلومات لازم أكون أتأكد من المعلومات والبيانات اللي أنا جبتها إنها معلومات حديثة ومباريات مكتملة ما فاز فيها ببلندر أو كده. لازم أنتبه، قد يكون التفريع ده هو لعبه 3 مرات مثلا هنا، الثلاثة مرات فاز فيها لكن ما عشان الافتتاح، ما فاز عشان هو قوي في الافتتاح، هو فاز لأنه الخصوم اللي لعب معاهم ضعيفين أو الخصوم ما ردوا عليه الرد الصحيح. خلاص
فدي نقطة لازم، يعني النسبة المئوية دي بتوريني نسبة شنو؟ نسبة الفوز بتاع الخصم في الأبيض في البوزيشن، بغض النظر إذا كان نقلة على الأسود ولا. هنا بنشوف النوتيشن هنا، يعني مثلا لو اخترت نقلة بتصر لي الأسامي بتاعت المباريات بتاعت، بشوف النوتيشن هنا طول المباراة بتظهر لي هنا. طبعا لو سحبت اللاين ده كده بيظهر لي طول المباراة، بقدر أشوف عدد النقلات، هل المباريات دي الافتتاح كان كيف، وممكن في الشاشة اللي هنا موجودة هنا ممكن أحرك الجيم وأشوف يعني الثلاثة أيام دي أو كده، إذا مثلا في لاين معين ده أشوفه اللي حقق فيه فوز ده، هل هي فعلا كانت مباريات بتاريخ كويس، هل كانت الافتتاح كان له أثر ولا لا. طيب اتخاذ قرار اختيار الافتتاح ده 15 دقيقة يعني تقريبا. طيب لحظة أستاذ سمير. ايوه طيب طبعا المادة كثيرة، احنا ممكن ناخذ بريك ونرجع وبعدين نبدأ في آخر جزء من المحاضرة. اوكي، بس كده ما حنكون طولنا على الناس. ما هو في كل الأحوال لازم نطلع ونرجع بنفس الرابط يا جماعة خلاص نحن نعتبره عشان بريك. نختم. ايوه ونسمع رايهم، نسمع رايهم هل نكمل كم دقيقه ونشوف الاسئله والتعليقات. اوكي هاي اشوف احسن ان الناس تاخذ بريك عشان تجي بنشاط جديد. طيب احنا ناخذ بريك 5 دقائق يا جماعه ولا اكثر؟ نسمع رايكم. تمام يا استاذ عبيد. تمام 5 دقائق. طيب حنطلع احنا بعد، حنطلع من الرابط وحنرجع كمان مرة. اوكي طيب ممتاز. طيب محمد بدر قال 5 دقائق. استاذ فواز الشريف دخل معنا، مرحبا استاذ فواز الشريف من السعودية. مرحبا، الله يحييك استاذ فواز. طيب خلينا نكتب للناس لو في حد مش سامع وحابعت الرابط. مرحبا مرحبا استاذ فواز. استنى خليكم معي. طيب زي ما عرفنا في الخطوة الثانية اللي هنا خلاص، الخطوة الأولى جمعنا المعلومات بصورة صحيحة، المباريات الكلاسيك جمعناه والمباريات الحديثة، تأكدنا من أنه اللاعب ده هو نفس اللاعب وقدرنا نحصل على كل المباريات اللي ممكن نقدر نتحصل عليها الكلاسيك، وحاولنا قدر الإمكان أنها تكون يعني ما كمية كبيرة من المباريات القديمة اللي هو ممكن نحاول نشوف مبارياته الحديثة، هل في هل نفس افتتاحياته كان بيلعبها زمان أو غيرها وكده. وقلنا إذا كان اللاعب قوي بنلقى عنده مباريات كثيرة، بنقدر يكون عندنا فرصة وحسب نشاط اللاعب بنشيل مباريات من 5 سنة ل3 سنة، لأنها بتكون الافتتاحيات وطريقة وأسلوب اللعب هو الأسلوب الحالي اللي هو بيلعب به. ونتأكد زي ما قلنا إنه المباريات حديثة إذا كان عن طريق الميجا داتابيز أو عن طريق المصادر المفتوحة المواقع وكده، وبنقدر نجمع المعلومات في مكان واحد في داتابيز ونحدد. بعد ذاك لازم نتأكد برضو من لوننا ونحضر ضد اللاعب ده وكده. طيب زي ما شفنا في الشاشه اللي قبل كده، قلنا في نقطه مهمه جدا، هي الشاشه دي قلنا في نقطه مهمه جدا لازم ننتبه لها، انه لما نجمع المعلومات بطريقه صحيحه لازم ننتبه لعدد المباريات، انه الملعوبه النسبه المئويه المكتوبه دي مكتوبه نسبه فوز الابيض حتى لو كانت النقل على اسود، فلازم ننتبه للنقطه دي. يعني مثلا الخيار الاخير ده هو لما لعب بي 3 لعب 3 مباريات فاز في 83%، لما لعب جي 2 جي 4 اللي هي ابيض كان 3 مباريات نسبه الفوز او النسبه بتاعت النقاط اللي جابها نسبه النقاط 33%، بمعنى انه هو شنو خسران 77% او 67% من النقاط في النقلة دي كده. وفي التواريخ طيب، وفي نفس الوقت إذا كان الافتتاح خصمين يعني نتائجه
في الافتتاح اللي انا حلعبه له او الدفاع اللي انا حلعبه له ده نتائجه فيه سيئه او كان خبرته قليله. اوكي، على المثال توفر لي الحياه انه يكون انواع المواقف اللي بتنتج الافتتاح مفضل لي، موقف انا بعتبره بينتج الموقف ده كويس لي انا مفضل لي لكن ضعيف يعني خصمي ضعيف فيه، افتتاح بلعبه وعندي فيه خبره، وفي نفس الوقت خصمي في الدفاع ده والافتتاح ده هو ضعيف او نتائجه سيئه او خبرته قليله وكده. ده الوضع المثالي. لكن في نقطه مهمه جدا لازم نهتم بها، الحصول على وضع انت عايزه وما بيجي خصمك اهم بكثير من المزايا العدديه الافضليات على محركات الشطرنج. يعني البوزيشن المي الكمبيوتر يقيم والله الاسود في تعادل او مسيطر او بوينت 0.40 بوينت 90، لا المهم انه الوضع ده ما مهم، المهم انه الوضع يكون شنو كويس معاي، انا بقدر العبه من ناحيه براكتيكال على الرقعه، خصمي لا ما بيحب الاوضاع دي ودائما بيخطئ فيها او ما عنده خبره فيها، دي اشياء مهمه. لانه لو هو ما عنده خبره وما بيعجبه ما اوضاعه اكيد الافضليه بتاعته حتضيع، وانا حعرف استغل شنو استغل الوضعيه دي بحكم خبرتي فيها. فده الشيء المهم دائما، فالواحد ما يمشي لحته انه والله الكمبيوتر قال والله افضليه مثلا 90 اوكي كويس، طيب براكتيكال على الرقعه كيف؟ ده الكمبيوتر هنا في تحليله قال كده، انت في الرقعه ما حتقدر تجيب كل النقلات اذا ما عندك الخبره في البوزيشن ده وما كنت مرتاح فيه، وخصمك كان بالعكس هو المرتاح في البوزيشن ده، فاكيد هو حيقدر شنو اوت بليت، يعني حيقدر يخليك انك تطلع من ما تلقى نقلات الصحيحه، او مثلا يقدر يستفيد من الثغرات ويكون فاهم البوزيشن اكثر مننا. فعشان كده نحن فهم البوزيشن والوضعيه الدارين نصليها من الافتتاح اهم بكثير من التقييم، ما لم يكون حاجه كده نحن ممكن حاسين انه نقل خصمنا يعني نقلات واضحه وكده والتفريع سيء جدا خصمنا حيصلي وحيكسبه، فده نبعد منه. ولكن هنتكلم عن سيطره مثلا، افضليه نوعيه، عن بوينت ما اعرف زيرو بوينت حاجه، فدي كلها شنو دي حسابات كمبيوتر براكتيكال موضوع ثاني. طيب تحديد الردود على المفاجات مقدمة، بمعنى ان احنا عايزين نعرف نرد على خصمنا ده، لقينا اكثر تفريع هو بيلعبه اكثر افتتاح بيلعبه وانا عارف انه بيلعب دي 4، طيب لو لعب اي 5 انا هلعب شنو سوري اي 4، طيب لو هو لعب بيلعب دي 4 لازم انتبه برضه، انا بقول طيب انا حضرت على دي 4 لو لعب اي 4 مثلا حب يغير حب يفاجئني لازم انا احدد خياراتي على الاقل النقلات الاولى او الخيارات الدفاعات انا هستخدمها في حال المفاجاه. طيب وانا الاختيار ده لازم انا اعمله اثناء التحضير ما اعمله على الرقعه عشان ما اتفاجئ. طيب اهم حاجه لما يحتاج اختيار بين خيارات مختلفه الخطوه الاولى على الرقعه، انت لو قعدت وظهر عليك انك انت تفاجات خصمك حيكون عنده كونفيدنس، حيكون عنده ثقه اكثر انه هو فاجئك ان انت ما عارف ترد، وحيحاول ياخذك للتفريعات المعقده حتى لو كان عارف انه هي ما بتدي افضليه، لكن بيكون متاكد تماما انك انت ما عارف يعني ما حتقدر تستفيد من اخطائه دي لانك انت الوضع معقد وكذا. طيب اول شيء نختار اختيار مبدئي نحن نلعب شنو لو تفاجئنا مثلا اي 4 اي 5 تلعبه طوالي ما نتاخر فيها، لانه العامل السيكولوجي برضه مهم جدا، الخصم ما يحس انه هو فاجانا فعلا، وبالعكس بتديه رده فعل سيئه انه نحن ردينا على النقله طوال يبقى نحن مستعدين، فما حيحاول يدخل معانا في اي تعديلات، حاول يلعب الحاجه البسيطه لانه نحن ممكن نفاجئه برضه، دي حتكون حاجه في شنو؟ في صحيح الجانب السيكولوجي مهم جدا في الشطرنج. طيب الحاجه دي خصمك برضه زي ما قلنا حيكون قلقان انك انت متوقع مفاجاته معناه محضر حاجه او كده، القرار المبدئي ده ما المفروض ما ياخذ غير ثواني، يعني يجب ان يتم في نفس الوقت اللي تقرر فيه الافتتاحات الاخرى، يعني انت مجرد ما تحضر افتتاحات من بدري تحدد انك في النهايه ده حتلعب شنو. من المنطقي ان تلعب ببساطه الشيء الذي تشعر بالراحه تجاهه عندما يحاول خصمك مفاجاتك، شيء طبيعي انك تلعب الشيء اللي انت متعود عليه عشان ما تدخل في التعديلات وتتفاجئ وتحاول تلقى النقلات عن، يعني ادخل في 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 افتتاح انت بتعرفه او اوضاع انت بتقدر تعرفها او مناسبه ليه قدر الامكان عشان المفاجاه ما تكون شنو كبيره عليك وتتفاجئ بنواحي تكتيكيه انت ما منتبه لها. طيب
قلنا من السهل القيام بذلك بسرعه اذا كنت قد قررت فعل ذلك قبل المباراه، اذا احنا حيدي ما بنقدر نعملها الا اذا قبل المباراه حددنا شنو احنا دارين نعمل شنو. طيب نشوف نجرب نقرر ما سأله بالضبط، سأضع قائمة بالأشياء التي أحتاج إلى تحليلها وتكرارها في صباح الجولة. طيب أنا عملت ملف حددت إنه أنا الحاجات اللي أنا داير أشتغلها وبكرة هشتغلها الصباح. طيب هي شنو يعني بتكون زي كده يعني بحدد يقول خلاص أنا رسمي بالدفاع الصقلي هاخد فيه 15 دقيقة مثلا شفشينكوف سيسيليان هختار منه مثلا التفريق بتاع النايدي فايف مثلا 10 دقائق ليمزو انديان يعني بين قوسين بقول غير مرجح انه ممكن يعني يجي او ما يجي مثلا، فبكون حددت قائمه بالافتتاحيات اللي انا عايز اركز على. لاحظ انا 15 دقيقه اديت الرسوم اللي انا متوقعه واكثر، بعد ذاك شفشينكوف سيسيليان يمكن الدفاع الثاني او اللاين الثاني ممكن يجي احتمال يجي، والثالث ده احتمال ضعيف لكن برضو اديته 5 دقائق انه مبدئيا على الاقل النقلات الاولى انا اكون عارف الافكار بتاعته واساسياته واحفظها وكده. طيب نظرا يعني انت من بدري بتكون جايب ملفاتك بتاعت التحليل موجوده جاي من تحضير للبطوله من بدري، ما بتحتاج للتحليل اثناء انت بس بتحاول تحرك النقلات وتشوف التحليلات، ما بتحاول قدر الامكان تجري اي تحليل او اي انالايز للموف ده قبل البطوله قدر الامكان، عشان انت ما يعني الزمن اللي عندك انت محتاجه للراحه، محتاجه للغذاء، محتاجه لانك انت تحاول تراجع الشيء اللي انت عملته. بحاول اشوف الخصمي اذا كان بيانات، الاستثناء الوحيد انه مثلا اذا انا تفاجات انه في نقله خصمية انا ما لقيت عندي في الملف بحاول اعمل لها لقيتها في قاعدة البيانات بحاول إني أنا أعيدها، أو شفتها في البطولة مثلا نقلة جديدة هو جابها أو كده بحاول إنه أنا أشوف دي إذا ما عندي أحللها، بس قدر الإمكان العمل كله اللي بياخذ زمن أنا أو مجهود أعمله قبل البطولة. طيب الخيارات دي بفحصها الصباح في الملف بتاعي بتاع البطولة، أنا في البطولة زي ما قلنا ما بكون زي ملف الافتتاح بتاعي بيكون مختصر فيه التفريعات لكن ما في بيانات كثيرة لأنه أنا أوريدي فاهم الأفكار بتاعتها، ما بعمله طويل جدا عشان أنا حنساوي أصلا، فبحاول قدر الامكان اغطي اكبر يعني التغطيه ما بتكون في خط زي ما بقول مستقيم، نحن بنشتغل خط عرضي يعني اكبر عدد من الاحتمالات تفريعات، ما بحاول امشي في لاين معين فتره طويله لانه ممكن ما يجي اصلا، احاول اغطي كم نقله في اللاين في التفريع واكون عارف بعد ذلك الكونكلوجن حيكون شنو النتيجه حتكون شنو. طيب ليه انا بعمل كده وافحصهم الصراحه؟ عشان انا عايز يكون عندي وقت كافي انه اتذكر التحليل ده كمان، ما بعمل ملفات كثير لان بعدين حيكونوا كثيرين علي وما حقدر اتذكرهم اصلا. طيب هنا خيار المرحله الاخيره يا جماعه تحليل وتكرار التفريعات بحد اقصى ساعتين. ساعتين دي حد اقصى يعني ممكن ساعه بس بتركيز طبعا او ساعتين. طيب كل ما احتجت الى تحليل اقل في البطوله كان ذلك افضل لان تحفظ الطاقه بتاعتك والمجهود ما بتكون تعبان. يكاد يكون مستحيل تذكر جميع ملفات افتتاحك في اي حال حتى لو قمت بفحصها قبل المباراه، يعني ما بتقدر تتذكر كل النقلات، ودي عادي بتحصل تلقى المباراه يقول لك والله يا اخي الجرام ماستر نسى التحضير بتاعه، ليه؟ لانه يكون حضر كميه من التفريعات فما قادر يتذكر وزمن بسيط جدا. طيب هنركز شنو في 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 لما نين الصباح يعني في الساعتين ديل نراجع او نشوف القائمه اللي اخترناها من امبارح افتتاحيات او التفريعات اللي قلنا نحن حنراجعها الصباح نشوفها في الملفات بتاعتنا نحاول نحفظها او نذكرها بعدين. بنركز على حاجتين، التفريع الاكثر احتمال للظهور على الرجعه وده اللي بيشبه ستايل اللاعب بتاعنا او طريقته او كده، ده بيحتمل او هو بيلعبه طوالي او مفضل له فده بيكرره اكثر، نحن محددين انه ده اوكي ده اكثر احتمال تفريع على ايوه معلش بنقدر نخلص في 10 دقائق او اقل من 10 دقائق طيب ولاحقا ممكن نستفيض لاحقا في محاضرات اخرى، انت اصلا عضو في الاساسي في الاكاديميه في الهيكل مشكله ان شاء الله، لكن بس انا بس لانه دي اخر سلايد يمكن اوكي مرحله وكده اخر سلايدات
طيب التحتيه اللي تحتاج معرفه النظريه دي خطوط تكتيكيه معقده وخطيره جدا اذا كنت لا تعرف النقلات. يعني التفريع اللي بيحتاج لمعرفه النظريه، يعني لازم اعرف نقلات واحفظها. ليه؟ لانه في نقلات معقده، لما نحفظها واكون عارفها بتحفظ لي زمني على الساعه بعدين اثناء الجوله. طيب في 90% من الحالات سيحدد لعبك على الرقعه المباراه وليس مقدار ما تتذكر. يعني الذاكره براءه لوحدها ما بتحدد النتيجه، لانه الشيء البراكتيكال هو اللي بيحدد الحقيقه. الملخص، انا عارف انه الكلام ده كثير من المعلومات وايضا الكثير من الاشياء الجيده، لا تقل لست بحاجه الى القيام بكل ذلك لرؤيه بعض النتائج الافضل. يمكن ان يؤدي تنفيذ شيء او شيئين بالفعل الى تحسين استعدادك ضد لاعب اخر. يعني لو عملنا حاجه او حاجتين حضرنا، او على الاقل عملنا خطوه اولى شفنا ستايله في اللعب او كده افتتاحياته وكده، ممكن يدينا برضو احتماليه تحقيق نتيجه ايجابيه. ومساعدتك على تذكر العمليه، قمت تلخيص الخطوات الاساسيه. الخطوه الاولى الرجع سريع، العثور على المباريات المناسبه اللي هي في المرحله دي نعمل تصفيه المباريات القديمه حتى لا تزيف الاحصائيات، تدينا احصائيات خطا. تأكد من العثور على جميع مباريات خصمك، حاول عكس الاسم واللقب، ابحث عن اسم أنثى قبل الزواج مثلا. الخطوة الثانية تحليل المباريات، اكتشف نقاط القوة والضعف لخصمك، افهم الروح القتالية لخصمك، تحقق من الخيارات الافتتاحية وراقب النتيجة في كل افتتاح ممكن. الخطوة الثالثة اختر الافتتاح الذكي، نوع الافتتاح حسب رغبتك ونقاط القوة، نوع افتتاح لدى خصومك ضعف فيه، خبرتك بالإضافة إلى نتائج سيئة من الخصم. ده بيديك شنو كده، بيكون افتتاح اختيار الافتتاح مثالي. الخطوه الرابعه والاخيره تحليل وتكرار الملفات اللي نحن قلنا عندنا اصلا جايبينها. اول حاجه قم بالتحليل في المنزل قبل البطوله، ساعتان كحد اقصى من التكرار قبل المباراه. ركز على التفريعات الاكثر احتمالا والاكثر خطوره، والجوده اهم من الكميه. وشكرا لكم للمتابعه، ونعتذر للاطاله ان شاء الله، وان شاء الله نكون قدرنا نقدم حاجة مفيدة. طيب شكرا يا أستاذ سمير على هذه المحاضرة القيمة والتي انقسمت إلى ثلاثة أجزاء، إلى التحضير الغذائي والبدني والفني، وهي رغم أن السلايدز حوالي أكثر من 50 سلايد، ولكن هي مقدمة احنا نعتبرها منك حسب ما أعرف من ما لديك من معارف وعلوم، فهي أنا بعتبرها مقدمة تحتاج إلى مزيد من الاستفاضة. ولكن بسرعة نحاول نفتح فرصة سريعة للإخوة لأي أسئلة إضافية. وهناك سؤال الآن ورد من الأستاذ معاوية يسأل عن تحضير الجولات، هل هو اجتهاد شخصي يكون أكثر قيمة، يكون لديه طاقم فني يقوم بمعاونتي؟ ويسأل كذلك بالنسبة للافتتاحيات، ماذا إذا فاجأه الرسيل بافتتاح غير مطروق كثيرا والرسيل يلم بهذا الافتتاح؟ تفضل. طيب بالنسبة للتحضير، كل ما كان معك ناس يحضروا معك بتقدر تستفيد من الوقت ده أثناء البطولة. ده بيسموه طبعا في عالم الشطرنج السكن، اللي هو بيكون مسؤول من التحضير ومسؤول من التفريعات وكده. وفي نفس الوقت اذا كان عندك مدرب او لاعب اخر معاونك اللي هو زي ما قلنا سكن، ده بيوفر لك الزمن في انك انت ما بتجهد نفسك اثناء البطوله في 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 المجهود ده، وبتيجي تلقى كل الملفات جاهزه وبتلقى كل الخيارات جاهزه، خصوصا اذا كان لاعب عنده معرفه وبتثق فيه او مدرب انت بتثق فيه واشتغلتوا مع بعض طبعا قبل البطوله، فبكونوا متفاهمين وعارف نقاط قوتك وضعفك، فالناس بتكسب زمنها بالمساله دي عشان توفر الطاقه. بالنسبه إذا فاجأ خصمك زي ما قلنا، نحن بنحاول قدر الإمكان، بنحاول عارفين الردود الممكنة، فعلى الأقل مبدئيا نكون عارفين يعني نحن حنرد شنو في حال فاجئونا. يعني زي الزول بيسألك وانت قاعد في المنزل وانت مرتاح، طيب لو شخص لعب مثلا كده أو كده أو كده انت حترد شنو؟ فالسؤال بيكون بسيط، لكن السؤال ده هو دليلك في انه يساعدك بعدين في المفاجأة. طيب في مفاجآت بتكون عندك خيارات انك ترد فيها على خيار يكون مناسب لك. يعني مثلا انت متوقع اي 4 لعبوا لك دي 4، بس انت اساسا بتلعب بيرك مثلا بالاي 4 بترد بالدي 6، فلما يلعبوا لك دي 4 بتحاول اوكي طيب انا هلعب كينج انديان ديفنس لانه برضه دي 6 انا يعني هبدا بالدي 6. فيلا انت حتكون عارف انه على الاقل تحاول قدر الامكان تمشي لبوزيشن انت او دفاع انت بتقدر
بتعرفه او بتعرف عندك خبره فيه. الخبره او معرفتك بالبوزيشن اهم من شنو؟ من الحفظ يعني بالنسبه. لكن يستحسن انك تحضر يعني المفاجآت دي مسبقا عشان ما تدي شعور لخصمك انك انت فعلا هو جد. طيب هل في اي واحد من الاخوه لديه اي استفسار او اضافه؟ سؤال من الأستاذ ميلاد من ليبيا، هل الخوف أم قلة التحضير أيهما يعني أكثر سوءا على اللاعب؟ أكثر ضررا؟ والله طبعا الخوف، لأنه سيكولوجيا لما يكون أنت إذا ما خايف فبتكون في قمة يعني انتباهك الذهني ومحاولة تفكيرك، لأنك أنت بتحاول قدر الإمكان بتكون في قامة، في يعني بتحاول تركز في انك تلقى النقلة او تلقى الرد المناسب. طيب اذا انت كنت خايف حتى لو انت متمكن، ودي بتحصل دائما لما يكون اللعيب الصغار ويلاقي لاعب تصنيفه عالي جدا، فهو اساسا جاي المباراة ويكون بيرجف وبيكون في نفس الوقت متخوف من النتيجة وهو مغلوب نفسيا اصلا قبل المباراة، حتى كان جا في وضع متعادل فبينهار يعني بعد ما ينتهي من مرحلة الافتتاح هو حافظ، بينهار في المراحل الثانية الميدل جيم في الاند جيم، وبنلاحظها يعني الحاجة دي طوالي في المباريات. لكن إذا اللاعب هو ما خايف وحتى هو ما حافظ، فبيحاول قدر الإمكان يستخدم كل الحاجات المتوفرة عنده خلاص، إنه هو يقدر يرد ردود منطقية على الأقل على نقلات الخصم. لكن حتى لو أنت حافظ أو جاهز موجود خوف، سيكولوجيا حيكون مهزوم يعني اللاعب ده ما حيقدر يحقق اي حاجه. طيب الأخوة الكرام، في سؤال من ميلاد، هل يرجح المدرب بتهيئته؟ طيب الوقت داهم، احنا تقريبا اشتغلنا لمدة 3 ساعات اليوم في ورشة التحضير، وسنعود لهذا الموضوع مرات بإذن الله. كاسباروف كمثال هو لقب ضيف لا يمكن ان نوصف السمير بين الضيف لانه هو في هيكل الاكاديميه. كاسباروف قال كاسباروف تحدث عن ان التحضير المنزلي هو اساس فوزي بكره العالم الاخيره، يعني الفوز لم يكن على الرقعه، كان الفوز في المنزل في التحضير. فبالتالي هذا الموضوع مهم جدا، وسنعود اليه مرات مع الاستاذ سمير ومع اخوه مدربين اخرين، واستاذ سمير سنعود اليه مرات اخرى، واستاذ فواز السعوديه نعم باذن الله سنرتب يا استاذ فواز مع المدرب استاذ سمير، ما يتيسر من هذه المحاضره بالاضافه لوجودها في اليوتيوب ان شاء الله. نقول كل عام وانتم بخير، الوقت دقيقة. اقل من دقيقه، كل عام وانتم بخير، والخير والعربيه وجميع العالم بخير، ونلتقي باذن الله مجددا الاسبوع المقبل. شكرا استاذ سمير. شكرا لكم جميعا، وشكرا استاذ ابي على تقديم الورشه دي، وشكرا لكل الحاضرين، واتمنى نتلاقى ثاني ان شاء الله ونستفيد من بعض ان شاء الله. حضوركم زاد وأسعدني جدا، وأنا شاكر جدا للاستضافة. شكرا والسلام عليكم.